السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي. إن شاء الله الخوت غادي نحاول أنني نشرح معكم واحد موقع زوين فيه خدمات تيك توك، الفيسبوك، اليوتيوب. يعني هذا موقع زوين. المهم أنا الموقع اللي كنحط لكم الخوت فقط بالنسبة اللي باغي يشري السوايع اللي زابوني، يعني بزاف كاينين مواقع، منهم هذا الموقع اللي غنحط لكم اليوم في هذا الفيديو، ونشرح لكم الطريقة كيفاش تدخلوا ليه، ونشرح لكم بعض الخدمات والأثمنة إن شاء الله الخوت. قبل ما نبداو ما تنساوش تخليوا لي لايك، اشتراك، تعليق، إلى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الخوت والأحباب والأصدقاء باش يستفيد كل شيء من هاد الخدمات. المهم الخوت نبداو، ندخلوا لجوجل، نديروا هاد الموقع سميتو، تكتبوا فقط بالعربيه الدعم فولو. ملي كدير هاد الاسم الموقع الدعم فولو، كتديروك في الاول كتطلع لك هذه الصفحه، كتختار الاول، هذا هو الاول. ملي كتختار الاول كيطلع لك هذه الصفحه التي نترجمها الترجمه عربيه. المهم الخوت انا هذا الموقع رفيت انني شاركت فيه. المهم غادي نوريكم كيفاش انكم تدخلوا، شنو كيطلبوا منكم. المهم الخوت غادي نحاول انني نشرح لكم هذاك الشيء. المهم الخوت غادي نديروا تسجيل، سجل، نجيو لهنايا سجل مجانا، اولا هنايا كتجي لهنايا كدير تسجيل الدخول. بالنسبه لي بالنسبه انا مسجله، كتجي فقط كدير اسم المستخدم، كلمه المرصف كدير نديرو كلمه هذا، نديرو تسجيل الدخول، سجل مجانا. شوفوا الخوت راه كيطلب لكم مواقع، اسم المستخدم كتختار اسم المستخدم، يعني اي اسم اي لقب بغيتي كتختارو هنايا. البريد الالكتروني شي جيميل من غير ديال قناتك، اختار اي ايميل عندك. راه الحمد لله عطا الله الايميلات كتخدم، اختار واحد منهم وخدم به. كلمه المرور، تاكيد كلمه المرور، هادو هما الاربعه صافي اللي كيعطيك هذا الموقع. يعني كتاكد كلمه المرور، خاصكم مثلا في الاول ما عطاك داك الكلمه الدخول كتختار واحد اخر صافي حتى كيقبلوك. وكدير هذه مربع، كدير انا لست برنامج روبوت، من بعد كدير سجل. المهم انا الخوت غندير هذه حيت انا مسجله، ساهل في التسجيل، ما عقلتش واش هذا هو. المهم الخوت انا رفيت مسجله فيه. المهم الخوت ملي كتسجل كيعطيوك هذه الصفحه، كتكون طلبات مكتمله، كيعطيوك رصيدك الحالي، يعني كل شيء بحال هكا كيعطيك. المهم هذو هما الخدمات الخوت، طلب جديد. المهم الخوت بالنسبه الرصيد هنا فين كاينه، شحن الرصيد، بغيتي دير شحن الرصيد كدير هادي. نوري لكم اش كيطلبوا هنايا، راه كيطلبوا هنايا ماستر كارد، فيزا، كيطلبوا بيرفكت موني، بيرفكت موني، باير، سكريل، بيتكوين. يعني كيطلبوا خمسة هنايا، يعني اي واحد كيتوفر على الماستر كارد فيزا بغيتي تدخل بها راه كتدخل بها. المهم انا مسجله بهادي، بغيت نشارجي الموقع كنشارجي بهادي. المهم الخوت نمشيو للخدمات، كتجيو لهنايا، بغيتي دير الخدمات كتجي طلب جديد، كدير طلب جديد، كتجي لهنايا كتنزل لتحت، كتنزل لتحت كتشوف هنايا، كتجي الاول كتختار اش من نوع كتجي لهادي، كتختار الخدمات اللي بغيتي، واش الفيسبوك ولا. المهم حنا غادي نختاروا
نختاروا اليوتيوب، نختاروا اليوتيوب ونشوفوا السوايع شحال كيديروا والمشتركين، هادو هما الاساس ديال بالنسبه للمنشئ محتوى اليوتيوب، هادو هما الاساسيات عندهم. هنختاروا مشتركين، ها هما الخوت. غادي نجيو ملي كتختار المشتركين كتجي لهادي، كتجي لهادي كتشوف كاع المشتركين اللي كاينين، هادو الرقم والطلب، ومن بعد كل وحده وثمنها. يعني الاولى يوتيوب مشترك بدون تعويض الاعلى 6000، السرعه 5000 في اليوم، يعني كيديروا 1.885 دولار لكل، يعني رخاصين هنايا الخوت لي زابوني. عارف شوفوا دولار الفوق، كاينين ديال 3 دولار، كاينين ديال 30 دولار يوتيوب مشتركين التعويض، كاينين ب 30000 لكل 1000 30 دولار. المهم من الاحسن انكم اللي باغي لي زابوني شريهم ديال اللي غاليين، اللي كيديروا 30 دولار 40 دولار. انا كنصحكم بلي زابوني اللي كيديروا 30 الفوق دولار، يعني اللي رخاصين بلا ما تاخذهم، لانه اغلبيه كيتحذفوا كيتنقصوا كيطيروا. يعني كاينين حتى 35 دولار هنايا، كاينين 37 دولار، 45 دولار، 49، حتى 90000 دولار، يعني حتى 90 دولار ل1000، 117 دولار ل1000 هنايا ديال نيجيريا، غانا اللي باغي ديال الدول الاوروبيه. المهم الخوت، هادو هما المشتركين، اختاروا السوايع شحال كيديروا السوايع. راه كلشي كاين هنايا حتى الانواع المشاهدات، حنا غنختاروا الخوت السوايع. هادو هما انا بزاف الاساسيات ديال المواقع السوايع ولي زابوني. وبالنسبه اللي باغي يشري مشاهدات بلا هذا بلا تفعيل الاشارات، كنختاروا السوايع، نشوفوا شحال السويعات. كاينين ديال 2 دولار لكل 1000، كاينين 3 دولار لكل 1000، 3.9. المهم انا الخوت، انا كنوريكم هذا الموقع باش تشوفوا الخدمات وتشوفوا شحال كيديروا هنايا الاثمنه. واللي باغي يدخل ليه راه ساهل الدخول، وكي زعما كيطلبوا فيزا الماستر. المهم الخوت، زعما كنوريكم فقط اللي باغي يشري السوايع ولا لي زابوني. 25 دولار لكل 1000، 22، 24 دولار لكل 1000، يعني كاين انت وجهدك في الثمن. ولكن كنصحكم كذلك بالسوايع اللي كيكونوا في الثمن غاليين شويه، يعني الحاجه رخيصه ما كنصحكم بها. هذا هو الموقع الخوت اليوم اللي بغيت نوريكم. ان شاء الله المره الجايه غادي نحاول انني نعطيكم مواقع اخرين وكيفاش تدخلوا ليهم، يعني وشنو اش من وسيله الدفع اللي كيطلبوا، واش من خدمات. بالنسبه انا كنهضر لكم على هاد المواقع غير فقط السوايع ولي زابوني، انا ما كنهضر لكم بالنسبه اللي عنده قناه مفعله فقط. مثلا هاد المواقع كيسهلوا لك الامر انك تشري سوايع، عوض انك تشريهم عند شي واحده اخرى او انهم تخدمهم راسك. فقط كتدخل هاد المواقع كتشريهم، اغلبيه لي زابوني كيكونوا بحال، وكيكونوا كذلك السوايع بحال، غير فقط كيكون اختلاف في الجوده وكيكون اختلاف في الاثمنه. يعني انا فايت شريت جربت هذا الموقع في المشاهدات عجبني صافي، وبغيت انا نشاركه معكم، خاصه بالنسبه اللي عنده باقي ما محقق الشروط 1000 ابوني 4000 ساعه. هذا الموقع رايس، هذا الموقع كتسهل الامور انك تشريهم. كذلك اللي باغي يحقق الشروط ديال الفيسبوك، حتى هو تيك توك، يعني كل شيء يوتيوب خدمات منتدى، كل شيء كاين الخط في هذا الموقع. اللي بغيتيها تيليجرام، كلوب هاوس، كل شيء يعني اي حاجه بغيتوها راه موجوده في المواقع.
كما قلت لكم انا كنصحكم فقط بالسويع وهذا السويع ولي زابوني اللي باقي اللي باغي يحقق 4000 ساعة. المهم الخوت هذا هو الموقع اللي اليوم شاركت معكم، وكنتمنى انني فدتكم بهذا الموقع الدعم فولو، سميتو الدعم فولو. المهم هنا الخوت راه كيدير لكم هنا الرصيد ديالك، شحال دخلتي شحال عندك شحنتي الموقع، هنايا فيما شريتي شي حاجه راه كيقطعها صافي كتسالي يعني هذا ما كاينش نهائيا ناصب في الدولار انك تشحن، لانني جربته. المهم ما تنسونيش باللايك تعاليق اشتراكات، بارتاجيو مع احبابكم اصدقائكم. ان شاء الله المره الجايه نشارك معكم موقع جديد كما العاده. بالنسبه لما محقق الشروط 4000 ساعه 4000 ساعه و 1000 ابوني، كنصحكم بهاد المواقع راه كيسهل لكم الامور وكل شيء. هادو باش كيتعاملوا حاليا بالنسبه لما قد ما عنده البي سي انه يخدم الراس والسوايع راه كيخدمهم غير فقط كيشري اللي عنده متوفر عنده الفلوس راه كيشريهم. المهم الخوت صافي سالينا الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشجعوني. نختمو الفيديو عن الصلاة عن النبي، اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.